عايد نسبة تلبل وشلون اموره؟ والله زينة مربعة. اي بالله مربعة من هل ونياق هذا لابو صلعة ابو صلعة المري. ايه اهلي من قطر. ونعمين الله الله نعم رجال. وشلون البل؟ والله البل زينة زين تلقاع. اي بالله زين تلقاع ومربع البل بها. من اين جيت وقاعك؟ والله من هالجنوب جيناه. شلون هالجنوب؟ ما هو مربع. والله ما هو زين ما هو زين هابل. يرجع والله ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. الله كريم. وشلون بعركم؟ والله زينة. والله شعورها زينة والبل حلوة ومربعة والربيع واجد والفقع واجد والحليب وشلون؟ واجد اللبن بها. بها اللبن واجد. بالله واجد. أمهات شمال هذول هم مجمعاه. هي بالهم مجمعاه وخلفاه. خلفاه. الله يبارك بهن للي هلو. الله الله عافاك الله. يا لا 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 زرت السامح عيني ودمع حلجلتي مهما جرى لي. يا ذيلا ولي وين زرت السامح عيني ودمع حلجلتي مهما جرى عدن عند على الدرب اشهر عيني وعدى بالي عدونا الليالي. قاعدين عند على الدرب اشهر عيني وعدى بالي عدونا الليالي. سعد عيني يوم قالوا مرخص عيني وانت وين اللي عانى الشقة شمالي. سعد عيني يوم قالوا مرخص عيني وانت وين اللي عانى الشقة شمالي. نجتهد بالطيبة عند الطيبين. بيت الشعر والمسايير يجلسون فيه تناقشون في أمور الرحيل والنزيل وأيام الربيع وأيام الربيع والخير والفقع وناسة البدو لما يشدون في البر. اليوم نزلها الرشايدة شعيب الباطن. ايه من جايين وين؟ من الظهرة الجنوبية هذه زلفها تلاع هالخير الواجب. الله كريم. خرف بم هدرس الرشيد نزل زبلينا بعد. ونعم يا لنعام لا الحمد والشكر. اللهم لك الحمد والشكر. سنة سنة خير خير ان شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من شعيب الباطن وفي هذه السنة اللي هي سنة 1978 أنعم الله على هذه الأرض في هذا الخير العشب والفقع. مساك الله بالخير أخونا. مرحبا هلا أخونا محارب. هالسنة الحمد لله فقع وعشب وخير. لو تحدثنا عن العشب اللي احنا قدامنا الحين. الحمد لله في انواع العشب هذه. هذا اخ صياح العدواني هذا الشقارد يسمونه. هذا يسمونه شقاره. شقاره. وهذا انواع العشب هذا الحوذان يسمونه الحوذان. وهذا
الربل. ايه؟ لله الحمد والشكر. وهذا السحيل. السحيل هذه تاكلها الغنم؟ هذا تاكله كل شيء تاكله. والبعير؟ والبعير. وهذا خرشف. الخرشف؟ الخرشف هذا يسمونه. هذا هم تاكلها الغنم؟ هم تاكله كل شيء ياكله هذا. وهذه؟ وهذه الصمعة. انا اشوفك لاقط فقع عندك. اي بالله لاقطين فقع، وفقع لله الحمد ها السنة فوق المعدل. هذه شنو يسمونه هذه؟ هذا السمع طال عمره. هذا سمع. اي. وهذا الزبيدي. هذه كلها لاقينها هنا اليوم. هذه كلها لاقينها بهالبحر هذا. ترسن هالعليزه ترس اشوف. هذا لقطك بس الحين؟ هذا لقطي نفس الساعة. اي الاخ علي انت جاي كاشت ولا؟ اي نعم اي والله كاشت. وياك اهلك وعيالك؟ اي نعم الاهل والعيال. لقيته فقع ولا؟ اي خير ما شاء الله. خير ما شاء الله. شيء؟ اي والله لقينا بعد. الزبيدي والاخلاصي والتمة. والتمة كلها. السلام عليكم. السلام يا هلا. هلا مرحبا. فارس سليمان. حبتين هلا هلا. فارس سليمان. الله بالخير. مرحبا هلا هلا. مشاهدينا الكرام التقينا بالاخ سليمان احمد المحيسن، والاخ سليمان جاي يتفقع مع هذا. وهذا اللي لقيته اليوم بس؟ اي والله في هالساعه حوالي نص ساعه بس. انت تطلعون خميس الجمعه ولا تطلعون ايام ثانيه؟ لا والله بس خميس الجمعه عقب الدوام نطلع. مو بعيد عليكم المكان؟ لا والله مو بعيد. تحب المنطقه هذه الشعيب وهذا؟ اي والله وقت الربيع نحبها. ليش ما تروح ما تلقط بالسالمي ولا هذا؟ السالمي ما في فقع اللي نبي، وبعدين فيه عالم ماجد. اي ولا فيه الفقع اللي نبيه، وبطن الشعيب اقل عالم. اي في فقع ما حد جاء. زين يطلع معك احد العاده ولا بس انت وهلك؟ لا والله يطلع معي اخواني وقرايبنا نطلع جميع، ولا اذا ما طلعوا طلعنا وعيالي بس. اي بس تمرحون دحين الخميس والجمعه ولا تطلعون بس الجمعه؟ لا نطلع يوم الخميس عقب الظهر. اي نمرح يوم الجمعه، ويوم الجمعه العصر نحضر. تحضرون؟ اي نعم. زين اخ سليمان تتصار فقع مثل هالسنه في اللي هي سنه 78 مثل الفقع هذا السنه الربيع هذا؟ والله ما صار مثل الربيع ابد ولا مثل الفقع. سنه 68 في فقع وهذا بس ما في فقع، بس ما هو مثل الفقع هذا. اي لا ما هو مثل الفقع هذا. انا اشوف عند خيمتك سياره صالون. اي نعم. ومعاك جحال ومعاك بي، شلون المائله خلص عليكم وانت بعيد عن المناطق هذه؟ احنا ما طال عمرك فيه تنكر. تنكر منين؟ تنكر من رئيس الاركان بارك اي شيخ مبارك عبد الله. اي صح انا سمعت. يدور على الكواشيت كلهم، في تنكر وفي سياره الاسعاف الخربانه، وفي واحد في تري لتصليح سيارات. يدور على المخيمات كلها على الكواشيت كلهم كلهم خميس وجمعه. جزاه الله خير ما قصر. اخ سليمان الطريق انت لا نزلت مني ما في ازدحام بالطريق؟ ازدحام يعني من هذا العقبه الوحيده. العقبه الوحيده ازدحام. انا الخميس اللي طاف يوم الجمعه مشيت الساعه 3 مني، ما وصلت البيت الا الساعه 9. كل من الازدحام. ازدحام. زين ما في حوادث تصير بالطريق؟ والله تصير حوادث. تصير حوادث. صار في حادث ذاك الجمعه يعني مروع. الدعمه اللي صار. الدعمه هي. دعمه. ونطلب من المسؤولين انهم يزيدون يعني دوريات النجده. أي. والاسعافات يعني على الطريق هذا خاص الخميس والجمعه. وزاره الداخليه. وزاره الداخليه. نعم. اي نعم. اي نعم. ان شاء الله نعمل ان شاء الله من المسؤولين في وزاره الداخليه ان يامنون الطريق هذا ان شاء الله. الاسعافات ان شاء الله. شكرا اخ سليمان. العفو. سريم سريم يا برق انت كاشف بروقه، اخي البراقه ينوض وضاني، جعله من المنشا وليه يسوقه، ليما يجي ديرة سفير الحساني، دار ابو مبارك دار ابو مبارك صدق الوسم فوقه اللي جنابه، للضعافي لياني عسى صدوق السحب، عسى صدوق السحب تمطر حقوقه، بدار الصباح مكملين المعاني، نوه اسبوع نوه اسبوع ام دايما من صدوقه، ونهار عاشر والرعايا ثواني، تصبح تصبح خبار الشق تنسف طروقه، تنسف ملايا وسم كل الثماني، ويمطر اليا عرعر شمالي لوقه، يمطر اليا عرعر شمالي لوقه، ويضفي جنوب اليا ديارق حطاني، وعندير تلسلام عندير تلسلام ما الله يعوقه، ما كان مسلم من بعيد وداني، وجعله على الصمان تكثر دفوقه، حيثه مرب مشيدين المباني، اليا نقز 90 ليلة وثوقه،
جعله على الصمان تكثر دفوقه حيثه مرب مشيدين المباني مما قفل باطن بحمرة عروقه سيله اللي يجوع شري وسعداني واليانقز اليانقز 70 ليلة وثوقه يجنز بيدي بكل قاع ومكاني اليانقز 70 ليلة وثوقه يجنز بيدي بكل قاع ومكاني وعشبه عشبه يشاجر سن محدن يذوقه وقلي زلانه سنها الصلياني ونجيت حرف الروب قلبك يشوقه ريح النفل يعجبك والزح وياني وتمت بجاه الله وجاه مخلوقه يالله تقبل طلبتي هالزماني. قال من يبدي بزينات الهدايا بهم من بعض المعاني اللايقاتي يوم عدى في طويلات البنايا بالرجوم اللي بلسمة بيناتي بالرجوم اللي مداخلها حجايا بالرجوم اللي مداخلها حجايا واسمها الضيرين بالاسم الثباتي كل جو كل جو فيه سلفان ورعايا وزن خبرا سنها شط الفراتي واحمد الله احمد الله ربعت كل النحايا كل قاع نبتها ما له تهايا احمد الله ربعت كل النحايا كل قاع زايد فيها النباتي كل قاع نبتها كل قاع نبتها ما له تهايا ما نبت طول السنين الماضياتي اختلط اختلط نبت الفياض مع الشغايا من وتلي جل ذوده مهزلاتي ريحة الفيضة ريحة الفيضة تعاطي بالحلايا مثل ريحة عطر نافلة البناتي واحمد الله احمد الله جت على كيف المنايا احمد الله جت على كيف المنايا كنت اشيل الفقع في كم العباتي والعليزة العليزة مع مخابيها ملايا من زبيدي القرار امترساتي من زبيدي كبر مروى الشقايا به تشوف النادرات انصلعاتي مدتن من ربنا جزل العطايا مدتن من ربنا جزل العطايا الله المعبود رب الكائناتي انعطى انعطى يمل اليدين اللي خلايا وقام يات الرزق من كل الجهاتي ونومر بالنقص ما تفيد الحسايا لو كسبت 2 10 كنافداتي ما خلق خلقه وخلاها قوايا ولا نساء سر والنبت حدر الصفاتي وختمها صلوا على سيد البرايا في طريز الحق يا رب الثباتي ذا كلام اللي بدا زين الهدايا بهم من بعض المعاني اللايقاتي حاول دايما الرجم يا رجلي قبل عيني تجي اطوارها حاول دايما الرجم يا رجلي قبل عيني تجي اطوارها حاول دايما الرجم يا رجلي قبل عيني تجي ما شيء فيها جعل فيضة تبصر
صد على الوبلي يوم الاطفال حاشا ما شيء فيها هار يا خلي لبن بكره تنهجلي نازلا بس فلا العرج راعيها هار يا خلي يقول من عدى على راس لولاح في راس لولاح طويل اللواليح والقلب في غبات الأفكار سباح غادم بقبات تطم السبابيح لواه نيلي من الهم مرتاح يمسي ويصبح دالها القلب ومريح ما شاف من ياخذ بها الهم مشواح تزفي وتزبل به هموم مشاويح غادلها قلبي تقل وصف ملواح ذا اللي مسنه وذا اللي مصابيح ومن العشاء يسهر اللي فجر الأصباح سنه يصلي له قيام وتراويح والقلب سن بهدبة يمرح مراح يمرح ويسرح وسط قلبي مساريح لواه نيلي القلب سن بهدبة يمرح مراح يمرح ويسرح وسط قلبي مساريح والشيب بالعارض قبل حسبته لاح قبل المشيب الشيب شفته ملاويح مهمني جمع التجارة والأرباح هلا وقصدي يا صعب هبة الريح مير الله على قدام قباض الأرواح برزق مدي ما هو برزق الشلافيح وتكميل تشين تطلب النفس وارتاح اللولا عنها تجوز التصافيح ويزين وانجا تالي الليل يبداح يزين وانجا تالي الليل يبداح طق المطر بالبيت سحب مراويح وجاب العرب حرسة وتصويت وافراح وبروس المرجم يرفع الصوت ويصيح ثم عقب ساعة كل روض متلفاح من الروض تلقى السيل يدعج أمع السيح تمزين شب النار والفجر منباح بين القطاع وواتف البيت تزيح تمزين شب النار والفجر منباح بين القطاع وواتف البيت تزيح وصفت دلال الصفر والبال منساح وما هنقع صم الصف اللي صلافيح وحمس ودق ابن جرما والله صياح يقنب سمذي بنحدتها النوابيح ولقم وبهر ثم فهقها عقب فاح الهيل بالرسلان قرشه طلافيح وساقه على ربع يحوشون الأمداح خفاف النفوس أهل الكرم والتمديح ومن بينهم دارت عجاريف ومزاح من بين سمحين الوجيه المفاليح ثمزين ممشى الروض غب المطر طاح وجمع الزبيدي مع قرار وصحاصيح Thank you.
بدر عمد هدزو مشاهدينا الكرام، ضمن فيلم الربيع التقينا مع الأخ سليمان اللي حدثنا عن قصاص الغنم. قصاص الغنم معروف عند البادية كل سنة. سليمان الله بالخير. يا هلا مرحبا. تقصون كل سنة الغنم؟ كل سنة، كل 12 شهر نقص فصل الربيع. يا أنت هاي الشتاء ودخول الربيع قصينا غنمنا. كل سنة. كل سنة. كل سنة. بالوقوت الزينة. بالوقوت الزينة. قطع لا صار الوقت لي هذا تساعدنا الحكومة عسى الله يعزهم. والعام صار قصاصنا ردي وقت الدهر والحكومة ما قصروا بالعلافة ومساعدتنا وعسى الله يعزهم. الله كمامي يعزهم. كل يوم كذا؟ كل يوم نقص 500 يعني من غنم الشيوخ 500 في فوق 1450 ها. الغنم هذه للشيخ مبارك الصباح. للشيخ مبارك الصباح الناصر الصباح. اي نعم. زين. القصاص هذا يعني لو تخلون هو القصاص عبارة عن جز الصوف. الصوف؟ جز الصوف عنها يعني. اي جز الصوف هذا من شان يعني كل سنة مستمر هذا مستمر ما يخطرون سنة. لا 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 كل سنة. لازم. 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 رعى الغنم. وقت الأغنام هذه هل الأغنام كلهم وقت الصيف هذا لازم يشيلون عنها بواسطة الحر بواسطة الطول بواسطة النفع للبيوت وللحلال وللشعر وللفلجان زين وقته متى العادة يعني بالربيع آخر الوقت يعني ما يصير يعني بالبداية لا فصل الربيع يعني مثل دش يعني أسماك شهر ثلاثة بدخول أسماك يعني الأشهر تعرف أنت الوقت الربيع يختلف الوقوت تختلف نوب بشهر ثلاثة ونوب بشهر اثنين ونوب بشهر اربعة يعني وقت صخت الشتاء بدخول الربيع بسماك لازم انهم حسب اهل الحلال يقصونها اسماك شنو هي اسماك هذا طال عمرك مثل المطر الوقت هذا العزل هذا يقولون له العزل عندنا يا البادية مثل المطر هذا هذا للعود مثل العود هذا مثل اشجرة ومثل الزملوق هذا هذا اللي ينبت هذا هو يعني العذوق هذه المطر هذا هو اللي نبته والنصيب زين الحين المطر اللي طاح على هذا العشب اللي هسه الحمد لله العشب باقي الحمد يقيض هذا اي الحمد لله اذا ان الله فك من اصروف الليالي ها هذا ناكل بلح اول ثاني سنه إيه. الحمد لله والشكر زين انا اشوف الحين اللي انا اشوفه الصمعه اكثر شيء الصمعه في غير الصمعه شيء في غير لله الحمد حميس هذا هذا حميس من كل الاشكال إيه؟ من قريطة ومن ربل ومن بختري ومن قفعة ومن أشكال العشب أشكال أسماء العشب إيه كل تعرف من أسماء العشب تعلمنا أكثر عارف والله العشب القفعة والقريطة والربل قريطة وربل وقفعة وعندك رقروق هذا وعندك طال عمرك البختري وعندك هذه يقولون لها السرش هذه بالفياضة الصلبة وعندك يقولون يعني العذق التالي هذا وعشب الاسماء العشب واجد سامي العشب واجد مثل الواد الصمعة الحين الصمعة مفتقة هي هي مفتقة نعم هذه طال عمرك انتهى وقتها انتهى وقتها خضارها وفتقت يعني عمر هذا العشب عمر عمر مثل عمر ابن آدم ينتهي لكن ينبت من فضل الله غيره بواسطة المطر لو جاء مطر نبت غير الاولي ينبت خلفي هذا نقول خلفي حنا يعني خلف عشب ثاني سعدان والعشب هذا مثل حسك مثل العشب هذه نفل مثل شتيل نصي شتيل متى يطلع النصي يعني يطلع بالصيف يعني بعد توه اي بعد طلوع النصي بالصيف عندك النصي والسعدان ما هالوقت هذا من هذا ورا بعد الاخ سليمان انا بنرجع على القصاص مره ثانيه قبل يقصون في مقصاص اللي شكل السكينة ليش صار مقص ها ليش غيرتوا غيرنا طال عمرك هل الشمال ما يعرفون المقصاصه هذه المقصاصه هذه عند العوازم وعند هل الجنوب وعند الرشايده وعند عربان الاولين هذه والناس تغيرت الحين هذا لهل الشمال المقصاصه ما اسرع من المقص والله تبع تعود القص هذه تبع القصاص حنا عندنا بناسنا الحين بالقص لا انا ملاحظ عندكم ناس يعني اسرع من ناس في واحد يقص له مثلا اربع خمس يعني ما يطول فيه واحد يبطي يقعد على وحده يعني في ناس مختصين لها صيحه الشغل تبع التعود
تقعد تعود شطارة القصاص والسلاح. تعرف أنت سلاح وشو المقص هذا؟ لا صار شاطر ساعد الرجل ولا صار إنه داثر ما يساعد. المقص هذا من يجيبونه؟ هذه نشتريها تجي من الغربية كل أكثرها. بقى شيء من العراق وشيء من دقة الغربية الشام. يعني الكويت ما عندنا يسوونها؟ لا ما عندنا، ما شفت أنا بالكويت شيء يعني يسوونه ولا مشينا بالشكل هذا يعني بالكويت. ما في المقصيص بمقصيص بالكويت الخوة صالين تذكر عنه نصيح. بس ليش ما تقصون فيهم؟ والله ما تبع العرف، حنا هذا والله كلهم على الشمال اللي يقصون ما يعرفون الله لا المقص هذا يقول هزوا هذا. هي نعم ما يعرفون لا المقصاص لأنه لا المريع طال عمرك نقصهم من تحت من عند بطونهم. وشو من شانه؟ من شان المطر والبرد تذراب هنا الغنم. لا جاءت هواء وقام يضرب مطر الغنم تجي بسدهن. اي تكرمون ويكرمون اسمع الحمار عندهن ما تمشي الغنم ما يروح بها الهواء يغدي بها. لا عينها للمرياء ابد ما عاد المريع. المريع سليمان انا اشوف بعض الغنم ومرات اشوف يقصونه يخلون لها ظهاره فوق. ليه هذه؟ هذه نسميها ظلاله. هذه وش على حساب النقد. هذه ما هي تبع غنمنا هذه عن الشمس. هذه ظلاله عن الشمس مثل ما ابن ادم يلبس الهدمه الثقيل عن الشمس شوي.